بمقر عمالة إقليم الجديدة، ترأس مساء يوم السبت 29 يوليوز الحالي عامل عمالة إقليم الجديدة السيد محمد سمير الخمليشي حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 24 لتربعه على عرش أسلافه الميامين. وحضر لهذا الحفل عدة شخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات جمعوية وممثلين عن منابر إعلامية وطنية ومحلية. لتحليل مضامين هذا الخطاب نستضيف أحد الباحثين في العلوم السياسية الذي سيحاول أن يوضح لنا أكثر ما ورد في هذا الخطاب. اليوم الذي جاء بمناسبة عزيزة على جميع المغاربة من مختلف الأنصاف إلى من حيث البناء أو من حيث الأفكار، يجب أن جاءت مباشرة وتواصلت. جلالة الملك خاطب مجموعة من المؤسسات، خاطب دول الجوار، خاطب مجموعة من القضايا الوطنية التي تهم المغاربة وتهم المغرب وتعتبر من أولويات، بالإضافة إلى أنه وجه رسالة مهمة للجزائر. استكمالا للخطابات السابقة الذي طالما عبر فيها أن أيدينا مفتوحة أمام الجزائريين وأنه ليس هناك مشكل ولكن نسعى إلى تطوير العلاقات في المغرب. بالإضافة دعا جميع المغاربة مؤسسات ومواطنين إلى الاتحاد يدا واحدة من أجل رفع من المصاعب التنموية ومبدأ الخيار الديمقراطي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها جلالة الملك والتي وضع أسسها من أجل إنجاحها والرقوع بها والعمل الجاد من طرف جميع المؤسسات، حيث أبرز بشكل صريح أنه لن يتم المسامحة أو التساهل مع أي شخص قام بسلوكات يمكن أن تضر هذا المصدر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.